نحن اليوم موجودين ضمن أهم مشروع بمنطقة بيلي كدوزو، مباشرة على الطريق السريع E5 مقابل محطة الميتروبوس مول مارمارا بارك. مشروع اليوم صاير كونسبت ريزيدنس، هوم أوفيس ومكاتب ومحلات تجارية، يعني مشروع مو بس سكني واستثماري بنفس الوقت. خليكم معنا لتشوفوا تفاصيل أكثر عن مشروع اليوم. قبل ما نختار أي عقار للتملك بنهتم بالموقع، لهيك اليوم اخترت لكم مشروع ضمن منطقة بيلي كدوزو يلي تعتبر من المناطق الجديدة بإسطنبول، لكن اخترت موقع المشروع يكون مباشرة على الطريق السريع لإسطنبول E5 يلي هو معروف إنه هو الشريان الرئيسي للمدينة. بنفس الوقت الطريق السريع هذا بيوصل لأي منطقة بدنا إياها بإسطنبول وصولاً لحتى الطرف الآسيوي من خلال الجسر البوسفور الأول. بنفس الوقت لما أنا بنقول E5 دائماً بيجي على مخنا المتروبوس، أهم مواصلات بإسطنبول يلي بتكون شغالة 24 ساعة. مشروع اليوم مو بس مشروع سكني، مشروع اليوم مثل ما حكينا صاير عبارة عن كذا بلوك، عم بيكون مبنى سكني، مبنى تجاري كمكاتب، مبنى هوم أوفيس، إضافة للمول التجاري اللي موجود بالأدوار الأولى للمشروع. يعني في حال كانت رغبتنا سكنية وبنفس الوقت استثمارية فالمشروع اليوم مناسب جداً لكم، وفي حال كان رغبتنا بالحصول على الجنسية التركية فالمشروع اليوم أسعاره تعتبر جداً مناسبة. يعني أنا فيني أحصل على الجنسية التركية أخذ كذا شقة بمبلغ الجنسية. إذا بدنا نحكي أكثر عن موقع مشروع اليوم، أهم موقع له غير وجوده على الطريق السريع وخط المتروبوس، نحن موجودين أمام أهم مول تجاري موجود بإسطنبول يلي هو مارمارا بارك يلي يعتبر من المولات الكبيرة والمعروفة بإسطنبول. غير حتى هذا المول التجاري إحنا موقع جداً مركزي، محاطين بكذا مول تجاري مثل الأفينو مثل التوريوم والعديد من المولات التجارية. الموقع هذا حيوي بامتياز، يعني نحن بمنطقة جداً حيوية ببيلي كدوزو نظراً لوجوده على الطريق السريع. من أهم الشغلات اللي عم بتكون عندي موجودة حوالي الجامعات، الجامعات المحيطة عندي جداً كبيرة، أهمها جامعة إسطنبول الكبيرة جامعة بايكيت وجامعة إسطنبول جليشيم يلي هي جامعات خاصة وحكومية بنفس الوقت. إذا بدي أحكي أكثر عن المدارس، بما أنه نحن بمنطقة صايرة سكنية حيوية واستثمارية، لذلك حتى في عندنا العديد من المدارس، المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. غير أنه مدارس خاصة تركية، عندي مدارس دولية جدا كبيرة إن كانت عربية أو أجنبية، كلها عم بحكي أنا على محيط 3 كيلومتر بس. طيب، من أهم الخدمات اللي ممكن نحكي عنها المحاطة فينا هي المشافي. يعني إذا أنا بدي أحكي هلأ كمشافي، جنبي تماما مشفى ميديكانا يلي يعتبر من المشافي الخاصة الكبيرة بتركيا بشكل عام اللي إلها كذا فرع بإسطنبول ومعروفة جدا كمشافي خاصة. أيضا وراي تماما ميدي لايف كمان من المشافي الخاصة الكبيرة بإسطنبول، إضافة طبعا للمشافي الحكومية وأهم مشفى الدولة تبع بيلي كدوزو يلي يعتبر من المشافي الكبيرة بالمدينة. إذا بدنا نحكي أكثر عن الحركة من المشروع لأي منطقة بدنا إياها، نظرا إنه نحن موجودين على الطريق السريع مباشرة ففي عنا سهولة حركة لأي منطقة بدي إياها بإسطنبول. بنفس الوقت هي في حال إنه بدي أروح بالسيارة، إذا كانت الحركة تبعي بالمواصلات فأنا على أهم محطة مواصلات بإسطنبول يلي هي الميتروبوس اللي ما بيسكر أبداً على مدار الـ 24 ساعة شغال، ففيني أوصل بسهولة لأي منطقة بدي إياها، فيني أعمل تبديل وأخذ خط أي مترو بدي إياه أروح لأي منطقة بدي إياها. من الموقع نفسه نحن فيه ممكن أنزل على مارينا بيلي كدوزو يلي معروفة بإسطنبول، ما في مسافة 10 دقائق حتى من المشروع نفسه. يعني إذا ما بدي أستخدم لا سيارة ولا مواصلات بالمشي فقط فيني أوصل أي شيء بدي إياه، ممكن روح على المول اللي جنبي، ممكن روح على مشافي، مدارس، سوق، ساحل. يعني نحن قريبين من مارينا تبع بيلي كدوزو، قريبين من مارينا تبع البيوك تشيك ميجا، مناطق كلها مثلا ساحلية، كافيهات، مطاعم، مناطق جدا حيوية. فاللي بيميز مشروعنا إنه هو حيوي
امتياز كموقع، وهي أهم نقطة بمشروع اليوم غير التفاصيل اللي راح نشوفها هلأ على الماكيت. إذا بدنا نحكي أكثر عن الماكيت، فمشروع اليوم عبارة عن 3 أبراج زائد المبنى الصغير اللي وراه. هلأ خلينا نحكي عن الأبراج أكثر. أول برج عنا هون اللي هو البلوك A بيكون هو مبنى سكني تماماً، يعني عنا بس شقة 2 وصالة 3 وصالة بكونسبت عائلي تماماً، بالنسبة للخدمات، بالنسبة للبلكين الموجودة، للمستودعات، لكل شقة، فأخذ الكونسبت السكني بامتياز. البلوك الثاني اللي هو بلوك B صاير نظام الهوم أوفيس، عبارة بس عن خيارات غرفة وصالة واثنين وصالة. شو يعني هوم أوفيس؟ يعني أنا هي الشقة فيني استخدمها مثلاً كشقة وشغل بنفس الوقت، فيني افتح عليها حتى شركة لكن بنظام الهوم أوفيس أكثر. الثالث عندنا بيكون هو مبنى تجاري تماماً، يعني مبنى فقط مكاتب بكمان مساحة غرفة وصالة واثنين وصالة، لكن رح يتسلم من دون تشطيب لأنه نظام مكتب تجاري، يعني فيني أنا أشطب بالطريقة اللي بدي إياها. في بلوك جداً مهم هو هذا البلوك الصغير الموجود عندنا ورا، هذا كمان معروض للبيع، عبارة بس عن 4 طوابق، رح تكون رخصته هو للبيع، لكن رح تكون رخصته أكثر مثلاً ممكن يكون مبنى طبي، عيادات، ممكن يكون شيء مؤسسة تعليمية، كمان ممكن في حال مثلاً كانت رغبتكم باستثمار بهي الطريقة، فيكم تتواصلوا مع فريق المبيعات مباشرة من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة أو بصندوق الوصف، تاخذوا معلومات أكثر عن هذا البلوك أو البلوكات الثانية. إذا بدنا نحكي أكثر عن خدمات المشروع، بما أنه هو مشروع سكني تماماً بالنسبة للقسم السكني، فالخدمات الاجتماعية الترفيهية كاملة، يعني في عندنا طابق كامل عم بيكون فيه كلها مسابح، نوادي رياضية، خدمات جيم، فيتنس، قسم مخصص للأطفال، كله عم بيكون عندي موجود، إضافة للأوتو بارك لكل المشروع، ومثل ما حكينا لكل يونت بالمشروع إن كانت سكنية أو تجارية أو مكاتب عم بيكون في إلها مستودع خاص فيها. ومن أهم الأقسام اللي موجودة بمشروع اليوم هو المحلات التجارية الموجودة بالأدوار الأولى، هي عبارة عن مول تجاري مفتوح، وهي لحالة نقطة كتير حلوة إنه نحنا لأنه هدول الخيارات معروضين على البيع على فكرة، لأنه نحنا ما إنه محل جوا مول وأنت مضطر كمستثمر إنه تستهدف الناس اللي رح تدخل على المول، لا أبدا، هدول المحلات التجارية عم تكون مفتوحة مباشرة على الطريق السريع ضمن منطقة جدا حيوية، فهذا دليل إنه العوائد الإيجار، عوائد الاستثمار لهدول المحلات جدا عالية، لأنه دائما اللي إحنا بنحكيها بالمصطلح العامي إنه الرجل على هدول المحلات بتكون أعلى إذا كنا بمنطقة هيك حيوية وبمكان مفتوح مباشرة على طريق سريع، طريق حيوي، مواصلات، فأي شخص رح يكون موجود مباشرة ممكن يستفيد من هدول المحلات. طيب هدول المحلات شو رح تكون؟ لما أنا بحكي مول تجاري أو محلات تجارية، فدائما بفتح عنا كافيهات، مطاعم، ممكن يكون في عندي مثلا محلات تجارية كثياب، صيدلية، فرن. الزاوية هديك هنيك عم بيكون عبارة عن سوبر ماركت كبير ذاتا رخصته سوبر ماركت، وفي هنا الشركة الإنشائية أوريدي اتفقوا مع براند معينة على السوبر ماركت الموجود عندي هنيك. لكن باقي المحلات التجارية ممكن تكون بنوك، ممكن تكون عيادات كما عيادات سنية. مثل ما حكينا حتى هدول المحلات التجارية معروضة للبيع وأسعارها جدا مناسبة وحتى مناسبة للجنسية، يعني نحن كثير في عندنا مستثمرين هنن بيرغبوا إنه ياخذوا شيء يكون استثماري وللجنسية، ففينا مباشرة كفريق مبيعات جولدن جروب انفستمنت إنه نحن ننصحك بهيك نوع من المحلات. إذا بدنا نحكي بشكل مفصل عن القسم السكني، البرج السكني، فهو مكون تقريبا من 26 طابق، عبارة مثل ما قلنا فقط شقق كبيرة 2 وصالة و3 وصالة، وكل الشقق الاثنين وصالة عم بيكونوا مع حمامين، يعني حمام للماستر روم وحمام عام للشقة. بما أن الكونسبت سكني وصح إحنا موجودين على الطريق السريع، في عنا تنوع كتير حلو بالإطلالات، لكن أهم جهة الخلفية للإطلالات هي الإطلالة البحرية. إحنا صايرين كمنطقة صايرين على تل لأنه إحنا على الطريق الرئيسي، ورانا مباشرة عم بيكون باقي منطقة بيلي دوسو، لكن بانخفاض لذلك عم تكون إطلالتي مفتوحة وبتشوف بحر مرمرة، وفينا ناخذ الإطلالة الأمامية اللي عم تكون إطلالة مفتوحة على المدينة. فالكونسبت يعني كونسبت القسم السكني هو كونسبت عائلي بامتياز، فيني أقول خدماته منفصلة، مداخله منفصلة، ما له علاقة بقسم المكاتب القسم التجاري. إذا رح نحكي أكثر عن الهوم أوفيس، الهوم أوفيس هو مثل ما قلنا بالبداية فيه غرفة وصالة واثنين وصالة، كمان مع بلكين، كمان عدد الأدوار عالي، عم نحكي تقريبا على 28 دور، كمان لكل شقة عم يكون في إلها الأوتو بارك اللي خاص فيها والمستودع الخاص فيها، حتى الإطلالات هون في عندي شقة غرفة وصالة أو اثنين وصالة بإطلالات بحرية من الجهة الخلفية أو بإطلالات أمامية على المدينة. طيب
إذا بدي أحكي أكثر عن هذا الهوم أوفيس، هذا الهوم أوفيس للأشخاص مثلاً اللي حابة تأخذ شيء استثماري، مثلاً ممكن نأخذ هون على الجنسية، بما أنه حكينا بالبداية الأسعار جداً مناسبة، ففيك تأخذ كذا شقة على الجنسية وتعمل على تأجيرهم لفترة مثل 3-4 سنوات وبعدها تعمل إعادة بيع، لأنه الطلب جداً عالي. هاي النقطة رح نحكي عليها بالآخر عن فكرة الاستثمار ضمن هذا المشروع، عم بيكون الطلب عالي والعوائد جداً عالية. خلينا بس نكمل تفصيلياً أكثر عن هذا القسم. بهذا القسم بالأدوار تحت الأولى، حتى يعني وقت أنا بقول واحد سكني تقريباً أنا مرتفعة مسافة 12 متر عن الأرض، لذلك حكينا أنه الإطلالات البحرية عندي بتبلش من دور الرابع خامس، أنا عم بكون مباشرة مفتوحة للبحر. بالأدوار الأولى عم بيكون صف المحلات التجارية اللي حكينا عليها بالبداية، حتى في البلان تبعهم وقت التأجير عم بيكون عندنا بالطابق الثاني المحلات التجارية، يعني تحت الهوم أوفيس تماماً عم بيكون في عندي هون رح يكون كافيهات ومطاعم، لأنه لهذا القسم عم بيكون في إلنا تراسات خاصة فيها. هلأ جينا لأهم قسم بالمشروع، هي للأشخاص دائماً اللي بده شيء استثماري بحت، اللي بده شيء تجاري ما يكون سكن نهائياً، عم بيكون هذا القسم. هذا القسم هو فقط مكاتب، حتى ترخيصه كمان عم تكون ترخيصة مكاتب، حتى جوا عم يسلموا المكاتب هي أو الوحدات هي التجارية المكتبية عم تكون من دون تشطيب، يعني أنت بتاخذ هذا الخيار، ممكن أنت مثلاً تأجره لشركة معينة أو لمنشأة معينة وهنا يشطبوهم بطريقتهم بالرغبة اللي بدهم إياهم، إذا كانت مثلاً عيادة أو أي شيء تاني، أو إذا أنت بدك تستخدمه بتصير بتشطب على طريقتك. هذا القسم له مدخله الخاص، أوتو باركه الخاص أيضاً، وكمان عم بيكون في عندنا مستودعاته الخاصة. في فكرة كتير مهمة، إنه أمام الوحدات التجارية أو المول التجاري، هاي المحلات التجارية تحت بالأدوار الأولى، عم بيكون في عندنا الأوتوبارك الخارجي اللي هو أوتوبارك الأدوس. كشقق نموذجية بهذا المشروع عاملين نمطين رح ورجيكم ياهم، غرفة وصالة واثنين وصالة. غرفة وصالة هن نفسهم رح يصيروا بقسم الهوم ريزيدنس البلوك اللي حكينا عنه، الاثنين وصالة رح يكون بنفس التشطيب ونفس التقسيم بالنسبة للبلوكات الأول والثاني السكني والثاني. هلأ بداية الأول شقة بدي ورجيكم ياها، الغرفة والصالة أغلبهم بمساحة 75 متر مربع، زائد 3 متر عم بيكون في عنا ديبو مستودع لهذا النموذج. لكن بداية في فكرة كتير حبيتها كسيكوريتي ضمن هذا المشروع، لأنه مثل ما حكينا بالبداية هذا المشروع بالقسم الريزيدنس أو بقسم الهوم أوفيس بتكون السيكوريتي تبعه جدا عالية، لأنه مثل ما قلنا نحن مباشرة على طريق الإي 5 وكذا، فهي الفكرة كتير حبيتها. الأبواب كلها على البصمة، يعني العيلة كلها ممكن تدخل على هذا البيت تبعها تعمل تحديث للبيانات تبعها على البصمة عم بيكون، زائد السكيورتي طبعا الأساسي اللي موجود عندنا تحت. هلأ هي الشقة بما أنه غرفة وصالة، فالمطبخ هون عم بيكون أمريكان كونسبت، يعني مطبخ مفتوح، لكن بالبداية عم بيكون عندنا هون الغزانة الجدارية رح تتسلم بهيدي الطريقة، عبارة عن غزانة جدارية للمعاطف والألبسة. أيضا تحت كمان مستغلينا بطريقة صح، حاطين موضوع غسالة التياب، يعني عاملين كالاندري، فعاملين التمديدات تبعها كاملة. خلينا نبلش بداية بالصالون والمطبخ. مساحة المطبخ مع الصالون تعتبر مساحة جيدة نوعا ما، لأنه نحن هون عم نحكي إنه هذا الخيار ما رح يكون بالقسم السكن، يعني هن ما لهم مستهدفين هي الشقة لتكون سكنية عائلية، لا، هي الشقة بهي المساحة عم تكون استثمارية أكثر. فينا مثل ما إحنا شايفين كيف الفرش هلأ، هذا ممكن نفسه أنا أفرشه بالشقة هاي وأعمل على تأجير إيجارات سياحية قصيرة، يعني ممكن مثلا أجر هاي الشقة لأسبوع لشهر نظرا لموقعنا وأهميته مثل ما حكينا بالبداية. طيب خلينا نشوف بالشقة نفسه شو بيسلموا. المطابخ بهيدا التشطيب مثل ما أنا شايفينه يعتبر تشطيب جيد، يعني كماتيريالز كمواد تعتبر جيدة. حتى جوا الشقة عم بيتسلم عنا الهود الغاز والفرن، هذا كله عم بيكون موجود جوا الشقة. نجي للصالون، مساحة حلوة هذا القسم بأنه هو مطبخ مفتوح، المساحة تعتبر جيدة نوعا ما، كمان ممكن أنا كديكور استفيد بنفس الطريقة، حتى هيك نفس نوع الكنبايات. إذا بدي أحكي عن التشطيبات اللي بدها تسلم مثلا مثل الأرضيات، كباركي يعتبر جدا حلو، يعني كجودة عم يعتبر جدا عالية. هلأ في شغلة كتير مهمة، هلأ هون بهذا القسم البلكون ما عم تكون من الصالون، عم تكون من غرفة النوم، فحبيت فكرة إنه كيف عاملين النوافذ تماما من الأرض للسقف. هي فكرة كتير مهمة، خاصة
إذا شقتي كانت دور عالي بإطلالة مدينة مفتوحة أو إطلالة بحر أو حتى مثلا كانت بإطلالة على اللاندسكيب والمحلات التجارية، حلو إنه شقتي تاخذ هالإطلالة. نفس الشيء الإنارة كمان بتكون جدا حلوة، عم تكون طبعا مع نوافذ. هلا من الصالون مباشرة رح نشوف غرفة النوم. غرفة النوم كمساحة تعتبر حلوة، يعني بلجع بحكي إنه هي المساحة اللي بتعتبر المساحة المتوسطة، يعني مساحة تجارية أكتر. هي المساحة مثل ممكن مثلا مثل مساحة السويت بأوتيل، لذلك أنا فورا قلت لكم موضوع الآجارات هون كعوائد ككونسبت تعتبر جدا مناسبة. هلأ ليش هيك المساحة عندي؟ لأنه هذا الخيار مع بلكون، مباشرة عم بيكون في عندي هون بلكون. مساحة البلكون على فكرة تعتبر جدا جيدة، يعني عم نحكي تقريبا على 4 متر مربع. إذا هي الشقة كان في إلها إطلالة بحر على فكرة بتطلع كتير حلوة الإطلالة، حتى لو إطلالة مدينة مفتوحة تعتبر جدا يعني تطلع جدا حلوة. خلينا نحكي على مواد التشطيب، الأرضيات نفسها بالنسبة للمطبخ بما أنه مساحة واحدة الصالون والمطبخ وغرفة النوم نفسها. الأبواب الكاجودة اللي مستخدمينها تعتبر جيدة نوعا ما، فينا نحكي أنه متوسطة، لأنه مثل ما قلنا هن غايتهم بهذا القسم أنه تكون شوي تجارية أكثر. خلينا نحكي على موضوع الحمام. هلأ هون الحمام مساحته حلوة بالنسبة لقسم الشاور، للخزن، للمواد الإكسال المستخدمينها بالنسبة للسيراميك عم تعتبر جدا جيدة. هذا النوع بالذات فينا نستخدمه كشقة لإلي بوقت الصيف كاستياف، وفيني كمان استخدمه باستثماري، يعني مثلا بالأيام المالي موجودة فيها بإسطنبول ممكن أعمل على تأجيره، بالأيام اللي أنا موجودة على إسطنبول مثل ما حكينا عم بيكون الموقع تبعنا جدا مركزي. اثنين وصالة من المساحات الكبيرة اللي موجودة عنا بالمشروع هذا. المساحة الكلية للشقة 140 متر مربع زائد 4 متر مربع بالأدوار تحت البودروم عم بتكون المستودع. كمان نفس الكونسبت بالأبواب للسكيورتي تبعها، هذا الكونسبت تبع البصمة لكل العائلة. الانترانس يعتبر مساحته حلوة، أنا بحب هذا النوع من الانترانس اللي هو بيكون انترانس بعدين بيجي كوريدور. هون أنا كيف هذا النموذج لأنه مطبخ منفصل، فهون عندي مثلا مباشرة ممكن أدخل على الصالون، ممكن حتى المدخل تبع الصالون أعمل له أي ديكور أنا إضافي مثلا مثل باب بلور أو شيء بهذه الطريقة، بس أنا مستخدمين هذا الكونسبت. هلأ من الانترنس مباشرة خلينا نشوف الصالون. الصالون بصراحة مساحته كتير حلوة، يعني هو من المساحات الكبيرة بالمشروع كنمط، بس تعتبر المساحة جدا حلوة. كيف هون فاصلين قسم السفرة عن القسم القعدة عم يعتبر كتير حلو. هذا النموذج إذا رح نشوفه سوا، هذا النموذج مع بلكون على فكرة هو بكل الخيارات خاصة بالقسم السكني كل الشقة معها بلكون. أنا بصراحة كتير حبيت مساحة البلكون، عم نحكي على مساحة كبيرة تقريبا 8 متر مربع مساحة هي البلكون. كمان كتير فكرة حلوة إذا كانت هي الشقة مثلا بإطلالة مفتوحة، إذا أنا كنت بالأدوار العالية من الدور السابع وفوق فإطلالتي عم تكون مفتوحة إن كانت على البحر أو إن كانت على المدينة، فتعتبر حلوة نوعا ما. مواد التشطيب بهي الشقة بالنسبة للأرضيات، هلا هون في عاملين هنا الديكورات، من عدد الديكورات، لكن إذا أنا هذا القسم لأنه هو بالقسم السكني بقسم الريزيدنس المبنى الريزيدنس ممكن أنا استوحي بنفس فكرة الديكور تعتبر حلوة نوعا ما. هلا من الصالون مباشرة رح أخذكم على المطبخ. المطبخ هون عم بيكون عندي يا مطبخ منفصل، بالمشروع حد في نماذج مختلفة خاصة بالقسم اللي عم بيكون عندنا قسم الهوم أوفيس، المطابخ هنيك مطابخ مفتوحة، بالقسم السكني أغلب الأنماط هي مطابخ مسكرة. المساحة تعتبر حلوة، هون ما عم بيكون عندي بلكون لذلك مستخدمين نفس الكونسبت بالمطبخ من الأرض للسقف كله عبارة عن نوافذ عم بتكون يعني تعطي إنارة للشقة بنفس الوقت إطلالة حلوة. هلأ المطبخ نفس الشقة الأولى شفناها بالنسبة لمواد التشطيب تعتبر جيدة بالنسبة للخزن تبعنا، بالنسبة لأدوات الكهربائية اللي رح تتسلم جوا الشقة،
عم تكون كتير حلوة بالنسبة للغاز للهود، هي كلها داخلة بالتسليم. السيراميك أو الرخام المستخدمينه بالهول والكوريدور والمطبخ يعتبر حلو على فكرة، شوي مختلف عن قسم الهوم أوفيس هون، لأنه هذا النموذج لشقق الريزيدنس. الأبواب تعتبر جيدة بالنسبة للأبضات، الأبواب أو الباب بحد ذاته عم يعتبر جدا حلو. هلأ جينا للكوريدور. الكوريدور تبع الشقة مساحته حلوة، هي شغلة كتير بتهمني، خاصة إنه مثلا إذا كان شوي كوريدور طويل ما حلو يكون ضيق وكذا. ارتفاع السقف عفوا جدا مناسب هون، تقريبا عم نحكي حوالي 2.93 متر، فيعتبر جيد. من هيدي الجهة هون عم تكون عندي غرفة النوم، هذا النموذج مرة تانية هو غرفة النوم وصالة. غرفة النوم صراحة مساحتها بتعتبر جدا حلوة، حتى هون نفس الفكرة بالنسبة للنوافذ عم بتكون الأرض للسقف، لذلك بتعطي إنارة حلوة لهي الغرفة. من الجهة عندي هاي عم بيكون الحمام الرئيسي للشقة، بصراحة مواد التشطيب عم تعتبر جدا جيدة، حتى حبيت لون السيراميك المستخدمينه على الجدران، عم بيكون لون حلو دافئ حلو لشقة تكون عائلية. قبل ما نشوف غرفة النوم الرئيسية، في هون عندنا قسم اللاندري. إذا انتبهنا بالشقة الصغيرة الغرفة وصالة، النموذج الغرفة وصالة، اللاندري هن اندامجينه مع الغزاند الجدارية تبع المعاطف والأحذية. هون لعاملين قسم الخاص، مساحته حلوة، ممكن بديكور معين حط الغسالة تبعي للدراير، أعمل مثلا خزن أو رفوف للسقف مثلا، أعمل لللاندري أكتر. كمان المواد الإكساء المستخدمينها بالنسبة للخزن عم تعتبر جيدة نوعا ما. هلأ جينا لغرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية مساحتها حلوة على فكرة. هون لو كان النمط صغير أو كان مثلا بالهوم أوفيس، بكل أنماط الغرفة غرفة النوم وصالة عم بيكون في عندنا حمام خاص للماستر روم. أنا حبيت فكرة الديكور، دائما بحب إنه الاستغلال بالنسبة للخزن، فينا نستخدم نفس الفكرة، الخزانة تبع التياب تكون من الأرض للسقف، تكون مليانة كلها رفوف، وهذا تعتبر جيد يعني جيدة جدا، استغلال المساحة كتير حلو، فلذلك مصفي عندنا هذا القسم واسع. الحمام تبع الماستر روم تبعنا كمان يعتبر جدا حلو كمساحة، يعني بالنسبة للشاور بالنسبة للمغسلة المساحة تعتبر كتير حلوة، المواد الإكساء نفسها فيعتبر جدا جيد. لا تنسوا أن الأسعار أنا عندي هون جدا مناسبة. المشروع عندي هون هو قيد الإنشاء حاليا، رح يتسلم تقريبا بعد 20 شهر من هلا، لذلك الأسعار هون تعتبر أسعار بدائية. لا تنسوا أن أنا بموقع مركزي، يعني الفكرة أنك تستثمر بهذا المشروع بالوقت الحالي كتير بيختلف عن الاستثمار لاحقا. أكيد في استثمار بالمستقبل، أكيد فكرة ارتفاع السعر ضمن هذا المشروع جدا عالية مع الزمن، لأنه أنا بموقع جدا نادر بإسطنبول، كتير قليل لنشوف على الطريق الـ E5 مشاريع سكنية أو مثلا مكاتب أو هوم أوفيس. ففكرة استثمارنا هون دائما في طلب، زيادة الطلب علي هذا بيؤدي لزيادة الأسعار المستمرة، لكن إنه أنا فكرة أخذ شيء قيد الإنشاء فنسبة الربح تبعي بتكون أعلى. مشروعنا اليوم هو تابع لوحدة من أكبر الشركات الإنشائية اللي موجودة بتركيا. إنشاءاتها ما بس عم بتكون بإسطنبول أو مثلا إنشاءات سكنية، لا عم تكون بكل تركيا، إنشاءات إن كانت إنشاءات سكنية أو إنشاءات تجارية ثانية. المشروع هو قيد الإنشاء مثل ما حكينا بالبداية، تسليمه رح يكون على 2026 بالجزء الأخير من السنة، لكن مثل إحنا هلأ ضمن الإنشاءات أو بجزء من الإنشاءات، لكن فينا نشوف كيف إنه البلوكين الأول هن شبه جاهزين كإنشاءات، باقي علينا التشطيبات الداخلية والخارجية. مبنى المكاتب حاليا هو قيد الإنشاء، لذلك إحنا حكينا إنه تقريبا بده 20 شهر 18 شهر لا يكون المشروع جاهز. طبعا مثل ما حكيت من البداية الطابة هون جاهز، يعني ما عم يكون في مشكلة أبدا على الطابة على التقييم العقاري. في حال كانت رغبتنا للحصول على الجنسية التركية فالمشروع مناسب تماما للجنسية التركية، في حال كانت رغبتنا استثمارية فشراء ضمن هيدا المرحلة عم بيكون جدا مناسب. ومثل ما حكينا بالأول إنه الشركة الإنشائية تعتبر من الشركات الإنشائية الكبيرة بإسطنبول، فهي الشغلة جدا مهمة كباك فيد، وفينا كمان كفريق مبيعات من جولدن جروب انفستمنت يفيدك بالمشاريع الماضية، تاخذ فكرة كيف هن عم بيخلصوا مشاريعهم، كيف هن تشطيباتهم، مثل ما شفناهم بالشقة النموذجية من شوي.
سكني وتجاري بمكاتب وهوم أوفيس، يعني هو صاير استثماري بامتياز. مثل ما حكينا بالبداية إنه أنا هذا المشروع ممكن استفيد منه أنا أسكن فيه بشكل دائم، ممكن استفيد منه كبيت للعطل الصيفية، يعني بالوقت اللي بيجي فيه على إسطنبول بستفيد من الموقع، بستفيد إنه أنا قريبة من المواصلات، أنا مباشرة على الطريق السريع، فهذا بيعمل سهولة للحركة تبعي. مقابلي واحد من أهم المولات التجارية بإسطنبول، قريبة من ساحل بحر مرمرة، مارينا تبع ميلك دوزو، مارينا تبع ميوك تشيك مجا، فهي المنطقة بحد ذاتها منطقة حيوية، وحلو أنه استخدم هاي الشقة كشقة بالعطل الصيفية أو اسكن فيها بشكل مباشر. بنفس الوقت إذا بدي استخدم هاي الشقة تبعنا كشقة للاستثمار، مثلا ممكن مثل ما قلنا نعمل شقة للعطل الصيفية وباقي الأيام أعمل على تأجيرها. الآجارات ضمن هي المنطقة جدا عالية، الطلب عليها جدا عالي، وما عم نعتمد على آجار معين أو على نمط معين، إيجارات مثلا السكنية اللي بتكون بعقد سنوي، لا، ممكن نعملها على الإيجارات السياحية اللي بتكون على المدى القصير. مثلا ممكن أنا أجي شقتي مثل ما شفنا شقة غرفة وصالة، إنه أستخدم أي فرش بسيط مثلا الشقة يكون مغطى بكامل الاحتياجات اليومية، وأعمل على تأجيرها إيجارات سياحية للأشخاص اللي بيجوا مثلا على إسطنبول كسياحة، ممكن استخدمها لرجال الأعمال كمان، لأنه نحن كمان جدا قريبين لمعرض طيب. على فكرة من محطة المتروبوس هون ثلاث محطات بكون على معرض طيب، فرجال الأعمال بهيك كونسبت مثلا بفضلوا إنه ما يسكنوا بأوتيل لمدة مثلا 7 أيام أو 10 أيام، لا، بياخذوا شقة مفروشة بيكون فيها كل الخدمات، مثلا تحتنا مول تجاري، سوبر ماركت، كافيهات، مطاعم تفيدهم، قريبين من المواصلات من الطريق السريع، فممكن استخدمها كنوع هيك من الآجارات أو للسياح بشكل عام اللي بفضلوا يقعدوا بمنطقة سكنية هادية قريبة من البحر. أو حتى في عندنا نقطة تانية كنوع من الآجار اللي ممكن نستخدمه ضمن هيدي المنطقة هي الآجارات الطلابية. مثل ما حكينا بالبداية إنه أنا هون المنطقة محاطة بالعديد من الجامعات، وأهم جامعة إسطنبول الكبيرة فرع الطب تبعها عم بيبعد عنا تقريبا 5 محطات عن الآن، جامعة بيكنت اللي هي ورانا مباشرة من الجامعات الخاصة الكبيرة، جامعة جريشم محطتين بس عن موقعنا حاليا، فكمان في كتير طلاب بفضلوا إنه يسكنوا بهيك نوع من المشاريع لمدة 6 أشهر اللي هي الدوام الجامعي مثلا، وتكون شقتهم مفروشة، يكون في عندهم خدمات كاملة، عائلتهم تسكنهم بهيك نوع من المشاريع، فكمان بيكون جدا الطلب عالي على هيك نوع من الأجارات. كمان في فكرة كتير مهمة إنه نحن فقط استثمارنا مش الأجار، هون في عنا تنوع بالأجار، يعني أنت ممكن لما بتتملك وحدة معينة ضمن هذا المشروع أوكي تعمل على تأجيرها أول 3-4 سنوات، لكن ممكن بعدها تعمل إعادة البيع. الطلب هون بهيك نوع من المشاريع جدا عالي، تمام، لأنه بإسطنبول جدا نادر لنشوف مشاريع بهيك موقع، إنه يكون مشروع بهي الضخامة بهذا الكونسبت على الطريق السريع، تمام، وهذا الشيء ممكن نشوفه على خط طريق E5 ناد، يعني مش نادر بس عدد جدا قليل، لذلك دائما بيكون عليهم الطلب جدا عالي، ارتفاع السعر فيهم جدا عالي، عوائد الإيجارات فيهم جدا عالية. فممكن مثل ما حكيت أنا بالبداية بأول مثلا 3-4 سنوات ممكن نعمل على إيجار هذا أو تأجير هذا العقار، وبعدها نعمل على إعادة البيع. بإعادة البيع بما أن الطلب عالي فأيضا نسبة ارتفاع السعر، أنا دائما بأكد بموضوع الاستثمار، الاستثمار مو بس أنه أنا أخذ عقار وبيعه 3 سنوات، لازم ركز على كذا نقطة. حالة الإنشائية للمشروع، كل ما باخذ حالة إنشائية بدائية أنا عم باخذ بأرخص سعر، يعني كسعر متر بأقل سعر، المنطقة بحد ذاتها شو رح تتطور، مثلا موقع المنطقة لما أنا عم باخذ منطقة مركزية فأنا بضمن دائما في طلب، فارتفاع سعر عالي فطلب عالي، فهذا الشروط الثلاثة عم بيحققها هذا المشروع. فإذا كانت رغبتنا بهذا العقار، يعني إذا كنا عم ندور على عقار يشمل هدول الميزات كلها، إنه يكون شيء سكني بنفس الوقت استثماري، بنفس الوقت أنتوا حابين تحصلوا على الجنسية التركية مثل ما قلنا إنه هون التابو جاهز، التقييم العقاري مناسب، فممكن مباشرة تقدموا على الجنسية، حكينا حتى من البداية بهذا المشروع ممكن آخذ محل تجاري يقدم عليه على الجنسية، ممكن آخذ شقة أو شقتين كبكت على الجنسية، ممكن آخذ بالمكاتب مثلا مكتب كبير وبهذا السعر أقدر أقدم على الجنسية التركية، فهذا المشروع من الخيارات نحن كGolden Group Investment ممكن أنصحكم فيها. طبعا مثل ما دايما بنحكي في حال كان بدنا عرض معين، إن كان ضمن هذا المشروع أو في عندكم طلب معين ممكن تتواصلوا مع فريق المبيعات مباشرة، دائما أرقامنا موجودة على الشاشة، اللينك تبع التواصل مباشرة ممكن تشوفوا بصندوق
موضوع الوصف، أو حتى ممكن تحطوا لنا كومنت تعليق تحت الفيديو وفريق المبيعات هو بيقدر يوصلكم مباشرة. لا تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو، وأيضا كمان ممكن تعملوا اشتراك لقناتنا على اليوتيوب وتشوفوا باقي الفيديوهات وتابعونا وشوفوا كل الفرص الاستثمارية دائما بنعرضها عليكم. كانت معكم راما من Golden Group Investment، بشوفكم بالمشروع الجاي. Golden Group Investment. Trust and honesty.